بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من الغش في الثانوية العامة، من أسخف ويعني وأسوأ التعليقات اللي جات لي من بعض الناس، يعني اللي هم قد يكون لهمش دعوة بحاجة أو قد يكون لهم طبعا يعني ناس لهم شغالين في مجال التعليم أو في طالبهم طلبة من اللي هم بيغشوا فعلا في الثانوية العامة. إنه قال لي وانت مالك، ما تخليك في حالك. يعني ايه خليك في حالك؟ انت يا سيدي مش عايز تغش، شايف انه حرام، خلاص براحتك، ما تغشش ابنك او بنتك، لكن سيب اللي عايز يغش، هو حر بقى، هو يتحمل ذنبه بقى، انت مالك. ايه رايكم الكلام ده صح ولا غلط؟ هقول لك الكلام ده غلط جدا جدا جدا، من الناحيه الدينيه والناحيه الدنيويه الاثنين. من الناحيه الدينيه الاول، من الناحيه الاخرويه، يعني هو اللي بينجو في الاخره الصالح، لا الصالح في ذاته لا ينجو، تخيل، وإنما من ينجو هو المصلح. اللي هو إيه المصلح؟ اللي هو بيسعى لإصلاح غيره. والذين يمسكون بالحق، مش يمسكون بالحق، يمسكون أي يتمسكون بالحق ويمسكون غيرهم به، أي ينشرون الصلاح قدر الإمكان، طبعا كل واحد بقدر إمكانياته. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان خالص أنك تنكر بقلبك، والإنكار بالقلب مش معناه أن أنا أبقى بيني وبين نفسي منكر، لكن عادي بتعامل مع الناس اللي هم بيعملوا الحاجة غلط دي بشكل عادي. يعني أنت لو صاحبك بيشرب خمرة، كونك تفضل صاحبه وتتعامله بشكل طبيعي وعادي زيه زي أي حد، وانت بتنكر بقلبك الكلام ده، فحد ده في حد ذاته مش انكار بالقلب ولا حاجه. الانكار بالقلب على الاقل انك تظهر له ولو بشكل غير مباشر انك متضايق على الاقل من تصرفاته. ده من ناحيه الايه الدينيه. طبعا عارفين كلنا قصه القريه التي كانت مفسده في الارض، فاراد الله ان يعذبها، فارسل احد الملائكه تقريبا جبريل، سيدنا جبريل، فقال له انزل عذابا على هذه القريه. فقال له: يا رب، ولكن إن فيهم عبدك فلان لم يكن منهم، يعني ما كانش فاسد معهم، ده كان عبد صالح. فربنا قال له: فبه فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه غضبا لله، أو كما ورد في الحديث. يعني إيه؟ يعني هو هو صالح في نفسه، لكن ما حسش في مرة إن هو متضايق حتى من انتشار الفساد حوله، فده يبدأ به في العذاب. دي من الناحية الدينية. طب من الناحية الدنيوية، نشر الفساد أو السكوت على انتشار الفساد بينشره بزيادة. لما يسكت أهل الحق عن حقهم، يظن أهل الباطل أنهم على حق أو أنهم اللي بيعملوا ده عادي. لو الناس كلها سكتت على اللي بيعمل الفساد، لما الناس كلها تدخل على اللي بياخد رشوة، الرشوة بعشرة بتتحول لهدية، وبتتحول لإكرامية، وبتتحول للشاي بتاع يا باشا، وبتبقى حاجة عادية، وبالعكس بعد فترة بتتحول لحق مكتسب، وبيبقى اللي ما بيدفعش الشاي في المصلحة الحكومية للموظف المرتشي هو اللي غلطان، ان هو ما بيمشيش اموره، لانه الفساد انتشر بشكل كبير. وقلناها قبل كده مرة واثنين وثلاثة، انه امريكا مثلا ما عرفتش تكافح انتشار التدخين عندها بعد الحرب العالمية الثانية، غير لما عملت حاجة اسمها المكافحة السلبية او النبذ المجتمعي، انها خلت غير المدخنين يتعاملوا مع المدخنين بنظرة فيها نبذ وفيها تحجيم. انت بتعمل حاجة غلط، انت مدخن براحتك، لك حق التدخين براحتك، لكن انا من حقي ان انا اشم هوا نظيف. فبدأ التحجيم المجتمعي للمدخنين هو اللي يحجم الظاهرة. طول ما احنا ساكتين على الغشاشين هيفضلوا هم الاساس، وهم اللي بينتشروا في المجتمع، وكل سنه بيبقى الموضوع اسوأ من السنه اللي قبلها. واحنا شفنا الكلام ده السنه دي اكتر بكتير من السنه اللي فاتت، اللي كان اكتر من السنه اللي قبلها، وهكذا وهكذا. دلوقتي يعني الموضوع يعني زاد بشكل كبير قوي، ويعني نسأل الله العفو والعافيه. هنتكلم في الحلقات القادمه عن بعض الافكار اللي كانت طلعت اثناء الامتحانات وبعدها لطرق مكافحه الغش، هنحاول نناقشها واحدة واحدة. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.